هنتعلم دلوقتي ازاي نضيف محاضر للجدول بتاعنا. نيجي على تيتشر نيو، وهضيف اسم المحاضر، وهحدد القسم اللي هو تابع له سي اي، قول اذا كان دكتور او معيد، لو معيد هيبقى انج. نضيف اسم المحاضر، وهنعمل كوبي للاسم كله في الشورت. لو حبيت اغير اللون واقدر اغيره بسهوله، ولو عايز احدد قاعات معينه المحاضر ده بيدرس فيها اوكي، بيطلع لي ويندو من خلالها بحدد المواد اللي المحاضر ده هيدرسها. فهنقول نيو ليسون، اسم المحاضر بيظهر عندي اوتوماتيك. لو في حد تاني بيحضر معاه المحاضره او اللاب، هقول له مور تيتشرز، وهختار المحاضر التاني. بعد كده بحدد الماده والكلاس اللي بياخد الماده دي. لو في اكتر من كلاس بياخدوا نفس الماده في نفس التوقيت مع نفس المحاضر، يبقى هضيف الكلاس التاني، وده غالبا بيكون في المحاضرات، بيكون مضمون فيها فصلين مع بعض. بعد كده بحدد هل الماده دي بتتاخد في سلوت واحده ولا في اكتر من سلوت، ولو الماده دي تتاخد في قاعه معينه، واقول له اوكي. كده انا ضفت الماده دي للمحاضر ده. ممكن اضيف برضو او احدد المواعيد اللي المحاضر بيكون اجازه فيها اوكي. هنلاحظ هنا ان انا عندي الماده دي الكلاس ده، هطرح له الماده دي في اليوم ده، ولو حبيت اغير الميعاد مفيش مشكله. ولاحظ ان الكارتين بتوع الماده بيتحركوا مع بعض، لان انا عامل جوين للتو كلاسز مع بعض.